من تونس. نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يستعرض مع رئيس الحكومة مشاريع التعاون مع الصين، من ذلك مدينة الأغالب الطبية بالقيروان. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تطلق بداية من اليوم الاستبيان التاسع لتقييم الاستهلاك المنزلي للطاقة. وزارة الصحة تدعو إلى تدابير وقائية لحماية الأطفال من التهاب القصيبات الحاد برونكيوليت. وفي العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات لبنان إلى 11 شهيدا و4000 جريح، ومصادر إعلامية مطلعة تؤكد ضلوع الكيان الصهيوني في تفخيخ أجهزة الاتصال. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم والأنباء بالتفصيل. تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس برئيس الحكومة كمال المدوري جملة من مشاريع النصوص المتعلقة بعدد من المشاريع الكبرى، ومن بينها مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسة مدينة الأغالب الطبية بالقيروان. كما تناول الاجتماع اقتناء عدد من حافلات النقل العمومي ومشروع القطار السريع الذي يربط بين شمال تونس وجنوبها، ومشروع إعادة تهيئة الحي الأولمبي بالمنزة، فضلا عن عدد من المشاريع الأخرى في إطار التعاون بين تونس والصين وتجسيدا لاتفاق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم رئاسي يتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم، يضبط تركيبته واختصاصاته وطرق سيره. ووفق ما نص عليه الفصل 135 من الدستور، يبدي المجلس الأعلى للتربية والتعليم رأيه وجوبا في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. أعلنت وزارة التربية أمس قائمتي المؤسسات التربوية الخاصة المتحصلة على ترخيص لمرحلة التعليم الابتدائي ومرحلة الإعدادي والثانوي، ويبلغ عدد المؤسسات التربوية الخاصة لمرحلة الإعدادي والثانوي 582 مؤسسة موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، فيما بلغت قائمة المؤسسات الخاصة لمرحلة الابتدائي 774 مؤسسة. تشرع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بداية من اليوم في تسليم 136 مورد رزق جديد بعنوان سنة 2024 لفائدة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي بولايات سيدي بوزيد وجندوبة والقيروان وزغوان ومنوبة والمهدية ونابل. وستمكن موارد الرزق المحدثة من التدخل المباشر لفائدة أكثر من 400 تلميذ مهدد بالانقطاع المدرسي من مختلف المستويات المدرسية. صرح رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي بأنه انطلق العمل على استعادة النسق العادي للتزويد بلحوم الدجاج بعد الأزمة التي عرفها القطاع أخيرا، وطالب بضرورة متابعة مسالك توزيع لحوم الدواجن. خرجنا بخليج أزمة هنا، أنا والدكتور محمود جنون مدير عام المجمع قاعدين نخدم مع المزودين 4 بطوارات معانا يخدموا أي مكان ونقص سلعة دجاج ولا سكالوب ولا غيره، ندخلوا المزودين باش يوصلوا البضاعة هذيك في كونتينر جبناها من برا فيهم 604800 بيض تفخيص، عطوا إنتاجهم توا. الجمعة هذه قلت ربي سمع لي، أنا طلبت من وزارة الفلاحة وطلبت من وزارة التجارة وطلبت من النيابة العمومية تدخل وفتح بحث كون مسبب في الموضوع هذا.
تطلق شركة تونسية للكهرباء والغاز أستاج بداية من اليوم وإلى غاية 14 من مارس المقبل الاستبيان التاسع لتقييم الاستهلاك المنزلي للطاقة من إضاءة وتبريد وتدفئة وغيره في كامل تراب الجمهورية. المهندس بالشركة ورئيس دائرة الاستراتيجية التخطيط سامي قرعة ومزيد من التفاصيل. الاستبيان هذا الهدف منه دراسة التطور النسق الاستهلاك للطاقة لدى حرفائنا قطاع السكني. هو الاستبيان التاسع تقوم به الشركة لدى 3000 حريف موزعين على كامل تراب الجمهورية تحت قانون الإحصاء عدد 92-99. سننطلق في العمل الميداني ابتداء من 18 سبتمبر 2024 وسيقوم 90 عون من أعوان رئيسة الشركة بالطبع يكونوا حاملين لإشارة تثبت الهوية متاعهم. وسيقع استعمال تطبيق أندرويد من إنجاز إطارات تاج. الاستبيان هذا تخرج عنه دراسات أخرى نقوم بها باش نشوفوا استهلاك متاع التلفاز للمواطن التونسي كيف يستهلك آلة الغسيل خاصة المكيفات الآن اللي هي تستهلك كمية كبيرة من الإنتاج متاعنا. بعد نرشدوا المواطن التونسي كيف طريقة استهلاكه هذا كل بعد نحن نخرجوهم في دراسة كاملة ننشروها للعموم. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ لها أمس بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية لحماية الأطفال من التهاب القصيبات الحاد برونكيوليت الذي ينتشر خلال فصلي الخريف والشتاء ويؤثر بشكل خاص على الأطفال دون سن الخامسة. ومن أبرز ما نصحت به الوزارة غسل اليدين بانتظام لمدة 30 ثانية على الأقل قبل التعامل مع الطفل، ارتداء الكمامة عند السعال أو العطس وخاصة عند الاقتراب من الرضيع، تجنب اصطحاب الأطفال إلى الأماكن المزدحمة والمغلقة مثل وسائل النقل العامة والمراكز التجارية، الالتزام بالتلقيح في مواعيدها المحددة، تشجيع الرضاعة الطبيعية لدعم مناعة الطفل، إعطاء دواء خافض للحرارة في حالة ارتفاع درجة الحرارة فوق 38 درجة، ومراجعة الطبيب فورا في صورة ملاحظة صعوبة في الأكل أو التنفس لدى الطفل أو ظهور أعراض مثل القيء أو الإسهال. قررت وزارة الشؤون الدينية التمديد في فترة التسجيل لأداء فريضة الحج لمدة 10 أيام بداية من اليوم الأربعاء وإلى غاية 27 من سبتمبر الجاري، ودعت المترشحين لأول مرة والمترشحين الذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا إلى الاتصال وجوبا بواعظ المعتمدية لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. أهلا بكم من جديد. في مستجدات تفجيرات لبنان الليلة البارحة نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين مطلعين في وقت مبكر اليوم أن إسرائيل أخفت متفجرات داخل دفعة من أجهزة اتصال تايوانية تم استيرادها إلى لبنان، وقال المسؤولون إن حزب الله طلب من شركة جولد أبولو التايوانية أكثر من 3000 جهاز اتصال، وأضافوا أنه تم زرع مادة متفجرة صغيرة الحجم بجانب بطارية كل جهاز، موضحين أنه تم التلاعب بأجهزة الاتصال التي طلبها حزب الله قبل وصولها إلى لبنان. من جهتها نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصادر أن تفجير أجهزة الاتصال في لبنان كان عملية مشتركة بين الموساد وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 11 شخصا بينهم طفلة وإصابة 4000 آخرين من بينهم 400 في حالة حرجة في سلسلة تفجيرات من أجهزة اتصال يستخدمها عناصر حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية. حزب الله حمل الكيان الصهيوني مسؤولية الهجوم متوعدا بالقصاص العادل ردا عليه فيما لم يصدر أي تعليق من حكومة الاحتلال.
في غضون ذلك أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن رئيس الأركان هارتسي هاليفي عقد مساء أمس جلسة لتقييم الوضع بمشاركة أعضاء هيئة الأركان لبحث حالة الاستعداد على الصعيدين الهجومي والدفاعي. يأتي ذلك بعد مشاورات أمنية أجراها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع وزير دفاعه يواف جالانت ورؤساء الأجهزة الأمنية بمقر وزارة الدفاع تحت الأرض لبحث الوضع في لبنان. عالميا دائما الفلسطينيون يدعون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم حريتهم عبر إصدار قرار اليوم يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا، ما أثار غضب إسرائيل التي وصفت مشروع القرار بأنه مهزلة. ويستند مشروع القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في جويليا الماضي بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 67 غير قانوني، واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن. 7:11 بتوقيت تونس، 9:11 بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجته إذاعيا ألف بشير ومرئيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يستعرض مع رئيس الحكومة مشاريع التعاون مع الصين، من ذلك مدينة الغالبة الطبية بالقيروان. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تطلق بداية من اليوم الاستبيان التاسع لتقييم الاستهلاك المنزلي للطاقة. وزارة الصحة تدعو إلى تدابير وقائية لحماية الأطفال من التهاب القصيبات الحاد برونكيوليت. وفي العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات لبنان إلى 11 شهيدا و4000 جريح، ومصادر إعلامية مطلعة تؤكد ضلوع الكيان الصهيوني في تفخيخ أجهزة الاتصال. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع، إلى اللقاء. انتي تونسي.